كابتن عادل الف مبروك، في دروس مستفاده كتير من مباراه اليوم، ولكن تبقى النقطه الاهم وهي انك انت قدرت ترجع للمباراه وكمان تصدرت الدوري بعد الفوز 2-1. مثلا الدوري العام ما بيتحسبش بالمباريات اللي بتلعبها كويس. صح، الدوري العام فيها. ممكن تلعب كويس وممكن تخسره. مظبوط، ولكن المهم انك التلات نقاط. انت تجمع الثلاث نقاط. مظبوط، تلو الثلاث نقاط لحد ما تبقى كويس وتاخد الفورمه بتاعتك. لازم تعرف انك جاي برضو من فتره طويله من توقف دوري اثرت بالسلب عليك، وجاي من بطوله كبيره خدتها، يعني بغض النظر عن انها مباراه واحده ولكن سوبر جيد تاخده وبره مصر، فانت راجع لصراع الدوري. صح، انت حسمت النهارده بالشوط الثاني. مظبوط، الشوط الاولاني اتكلمنا كتير قوي وقلنا انا كتير قوي ما بيهمنيش مهارتك قد ما بيهمني قلبك. صح، انا عايز منك دي روحك في الملعب. صح، يعني كتير ما بشوفش الشوط الاولاني ما كانش فيه روح، ما كانش فيه لعيبه بتقاتل. الشوط الثاني شفت فيه، احاسبك على دي، الفنيات ممكن تعلى وتنزل، ممكن تبقى في التوب فورم عندك في الفتره دي وممكن تبقى في تقل، ما فيش مشكله عندي، ولكن اللي ما يقلش هي الروح بس. الحاجه المهمه اللي النهارده النادي الاهلي عملها تاني شوط، وانا من وجهه نظري يعني انا كنت مبسوط بيها، رجوعك للماتش اولا، ثانيا كسبت المباراه. يعني انت عندك حاجتين كان لازم تعملهم، رقم واحد كان لازم تتعادل، رقم اتنين لازم تكسب. مظبوط، فاجي انا مثلا احبش جلد الذات كتير، انا بالنسبه ايه، بالنسبه انا كويس، انت حققت الهدف. قلنا الشوط الاولاني وحشين، لا الشوط الثاني كسبنا الحمد لله، هايلين، برافو عليكم، شد حيلكم. هنقول ان في اخطاء يعلمها المدرب، هنقول ان في ناس في الملعب ممكن يكون مش واصله لهم حته الفالين الحمراء شويه، يعني لازم يتعلموها ويشوفوها ويعرفوها، لانه اللاعب اللي يتواجد بعد كده في التشكيل والصراع ما بين اللاعبين، الصراع الجيد للمدرب انك انت هتقعد انا بهتم دائما كراجل مدرب، يعني بهتم بحته ان انا اعمل صراع ما بين اللاعبين، ولكن صراع حميد، يعني اللي هو الصراع. صحيح، اللي انا عايز اتنين في مركز واحد ايهما افضل لمصلحه الفريق، هلعبك. مظبوط، تكسبني هتلعب، لما اللعيبه تحس بدي افتكر ان هم هيعملوا اداء كويس، وفي الاخر انت خدت الثلاث نقاط، اعتلت الجدول الترتيب. مظبوط، ده مهم جدا، وخصوصا ان انت عندك ماتش صعب الفتره الجايه مع المحله كمان 4 ايام. اكيد، والمحله متصدر معاك كام؟ انت دلوقتي متصدر منفرد الحمد لله، فرق بنتين بينك وبين هيلعب بنتين. يعني الموضوع ما بقاش بالسهوله دي. بالظبط، امتى الموضوع يبقى بالسهوله بالنسبه للنادي الاهلي؟ حاله واحده بس، لما يفرق، لما يفرق. مظبوط، لما الروح تعلى قوي. علشان كده انا دعوه للاعبين، اللي انا عايز اقول ايه، يعني مثلا مجدي قفشه اتكلم عليه كلاعب متميز في النادي الاهلي، كتير مجدي قفشه بزعل منه، عارف ليه؟ لانه عنده قد كده 10 مرات. ايوه، مثلا محمد شريف هداف يبعد عن الجون فتره، انا ما يهمنيش، ما تقعدش تشتغل على الجون بس. صحيح، افتح للاعبين، اتحرك تحرك جيد، الوظائف بتاعت المجموعه غير وظائف الفرد، اللي بياخد الدوري المجموعه وليس الفرد. صح، اللي بياخد الدوري الفريق، فريق، وليس المدرب لوحده. فعلشان كده بقول لك انت بتقاتل وانا بقاتل، انت كمدرب تعمل اللي عليك وانا كلعيب اعمل اللي عليا. صحيح، ولكن في اخر الامر مين اللي هيفوز؟ التيم واحد، الفريق، الفريق. فانا صحيح، اتمنى الايام اللي جايه ان شاء الله دفعه من ماتش المحله باذن الله رب العالمين. وبعدين خلي بالك، لما احنا بنقول على المحله ماشي كويس وفرقه كويسه، اما المحله بيقول علينا احنا ايه؟ صحيح، فهي دي بقى المشكله، انك انت لازم تصدق نفسك. طول ما انت بتصدق نفسك محدش يقف قدامك باذن الله.